اثناء بقى المعركه نفسها دي بقى دي اداره معركتي. انا بحارب لقيت العدو بيروح جاي لي من حته تانية انا مش مخطط لها ان انا اعملها. اسمها اداره معركه. ودي بقى اللي انا بقول عليها ان انا مش بقول ان السيل هينزل لي هنا يبقى انا استنى السيل لهنا. الاقي السيل نزل جنب شويه كده اقول لك ابدل ما السيل ما نزلش من هنا، لا. يبقى انا عامل سيناريو كامل يحصل ايه؟ لو حصل من هنا او من هنا او من هنا، وانا متوقع انه مش هيجي من هنا او من هنا، بس لازم احطه في الاعتبار، لازم اتوقع انه هيجي من هنا. عشان زي ما قلت لك هو المطره ما حدش بيقول لك ده هتنزل من هنا السيل يبقى هينزل من هنا اتجاه ده، لا. يبقى لازم احط سيناريو لو نزل من هنا او نزل من هنا او نزل من هنا. لكن انا هركز في الحته دي اللي هي حصل قبل كده فيها سيول، المناطق اللي بيحصل فيها سيول. ابو الريش تقريبا ما كانش محطوط انها هي مناطق السيول، صح؟ قبل كده قبل ما يحصل السيل، مش كده يا باشمهندس محمد؟ لا ما كانش محطوط. هو حضرتك اللي حصل في 2010 في ابو الريش يعتبر يعني مليان صغيره مش كبيره، السكه يعتبر ما كانش المنطقه تعتبر معاك هو حاليا تم دراستها وتم ما احنا مشكلتنا يا باشمهندس ان احنا ما بنقراش، احنا ما بنقراش التاريخ، ما بنقراش التاريخ. يعني خلاص حصل في ابو الريش تمام، ممكن تحصل في اي حته ثانيه. وانا كنت عارف ان ابو الريش دي ما كانتش حته اساسا مخطط فيها سيول ولا كان ينزل فيها سيول، نزل. يبقى انا لازم اخد بالي، يبقى انا اشتغل على كل المناطق مش هشتغل على منطقه واحده اركز فيها.